وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما زلنا مع هذه الآيات المباركة ومع قصة يوسف عليه السلام. لما اشتراه عزيز مصر وأوصى أهله أن يحسنوا إليه وأن يكرموه، تربى يوسف عليه السلام في بيت العزيز. فلما بلغ أشده، قال بعضهم بلغ 30، وقال بعضهم بلغ 40، وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: بلوغ الأشد هو بلوغ الحلم. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وهي النبوة كما قال العلماء، جعله الله تعالى نبيا من الأنبياء. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على نبيه يوسف عليه السلام، ووصفه بهذا الوصف وهو من المحسنين عليه السلام. وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. امرأة العزيز لما رأت من يوسف عليه السلام الجمال والبهاء والحسن، لأنه عليه السلام قد أوتي الشطر الحسن كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمررت بيوسف عليه السلام وقد أوتي الشطر الحسن. قال بعض العلماء: أي أوتي شطر حسن آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام أجمل الخلق، خلقه الله تبارك وتعالى بيده، أوتي الشطر الحسن. وقال بعضهم: أي أوتي شطر حسن الخلائق. فيوسف عليه السلام أعطاه الله تبارك وتعالى جمالا وحسنا باهرا، ما استطاعت امرأة العزيز أن تمتلك نفسها أمام هذا الحسن والبهاء والجمال، فراودته عن نفسه، أي أرادت منه أن يفعل بها الزنا عياذا بالله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقلقت الأبواب. هذه المرأة قلقت جميع الأبواب، قال العلماء، لأن القصور في الغالب يكون لها أكثر من باب، فاحتاطت وأخذت بجميع الأسباب وقلقت جميع هذه الأبواب حتى لا يراها أحد. قلقت جميع الأبواب وقالت ليوسف عليه السلام: هيت لك، وتقرأ هيئت لك، وتقرأ هيت لك، وكلها بمعنى واحد، أي تجهزت لك، تريد منه أن يفعل بها الفاحشة عياذا بالله. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال معاذ الله، التجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأنه في موقف حرج، امرأة في قمة الحسن والجمال وفي قمة الزينة، وهي امرأة العزيز،
وقلقت جميع الأبواب وأخذت بكل أسباب الحيطة والحذر وتجهزت ليوسف. بعد كل ذلك قال عليه السلام: معاذ الله، أي ألتجئ وأحتمي بالله تبارك وتعالى من أن أقع في هذه الفاحشة. ومنه قال رسولنا عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كامرأة العزيز، ويوسف عليه السلام رجل يمتلك كل مقومات الرجولة ولا يمنعه إلا الخوف من الله تبارك وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فماذا قال؟ قال: إني أخاف الله. هذا من الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الرجل في مثل هذا الموقف لا يمنعه إلا الخوف من الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال العلماء: يقصد بذلك العزيز، إنه ربي أي سيدي العزيز عزيز مصر، أحسن مثواي، لأنه تربى في بيته، تربى في بيت العزيز، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، أي كيف بعد ذلك أفعل بأهله السوء والفاحشة. وهذا من عفته ومن معرفته بالمعروف لأصحاب المعروف. كيف يزني برجل كيف يزني بامرأة رجل أكرمه وفتح له بيته ورباه؟ لذلك قال: إنه ربي أحسن مثواي، أي العزيز، إنه لا يفلح الظالمون، أي لو فعلت ذلك بامرأته لصرت من الظالمين عياذا بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الجزئية من هذه الآية: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، على أقوال كثيرة جدا. منهم من قال أنه أصلا لم يهم بها، قالوا وتقرأ ولقد همت به ويقف القارئ عند هذه الجزئية ثم يواصل ويقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقالوا: لولا في اللغة العربية حرف امتناع لوجود، فامتنع الوقوع بها والهم لوجود البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام، فقالوا: أصلا ما هم يوسف عليه السلام. وذكر بعضهم كما ذكر البغوي عليه رحمة الله في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل، قال: ولقد هم بها، قال: هم بها المقصود به هم النفس، وهذا لا يؤاخذ العبد عليه. ونقل في ذلك أي البغوي حديث الصحيحين البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، قال: يقول الله تبارك وتعالى: إذا هم عبدي إذا هم عبدي بالحسنة ولم يفعلها فاكتبوها لعبدي حسنة،
وإن هم بها وفعلها فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا هم بالسيئة ولم يفعلها خوفا من الله فاكتبوها له حسنة كاملة. إذا هم العبد بالسيئة وترك فعل السيئة خوفا من الله تبارك وتعالى فإنها تكتب له حسنة كاملة. وهذا الذي ذهب إليه البغوي لعله الأقرب إلى الصواب، كما قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآيات من سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. واختلف العلماء كذلك في البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام، فقال بعضهم رأى في خياله العزيز، وقال بعضهم رأى أباه يعقوب عليه السلام وهو ينهاه عن ذلك، وقال بعضهم رأى مكتوبا في الجدار: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره: والصواب أن تحمل هذه الآية على عمومها، ونقول لعله رأى ذلك أو ذلك أو ذلك من الأشياء التي ذكرناها، والله تعالى أعلم بما رآه يوسف عليه السلام، لكنه رأى برهانا من الله تبارك وتعالى فصرفه الله عز وجل عن الوقوع بهذه المرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثم قال الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لما رأى يوسف عليه السلام أن هذه المرأة مصرة على فعل الفاحشة هرب منها عليه السلام، وهذا كله حرصا منه على عدم الوقوع في الفاحشة. هرب منها يوسف عليه السلام ولحقت به واستبق الباب. أراد يوسف عليه السلام أن يخرج من الباب واستبق الباب وهي تلحق به، فقدت قميصه من دبر، أمسكت بالقميص من دبره وقدت هذا القميص. فقال الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. سبحان الله، مع أن هذه المرأة أخذت بجميع الأسباب وغلقت كل الأبواب إلا أن الله تعالى أراد أن يأتي سيدها لدى الباب، بالرغم من أنها أخذت كل الأسباب وغلقت جميع الأبواب. فقال الله تعالى: ألف يا سيدها لدى الباب. أول باب أراد يوسف أن يخرج منه وجدا سيدها، أي زوجها، زوجها، لأن الزوج سيد على المرأة. لذلك قال: وألف يا سيدها لدى الباب. قالت، بادرت بالكلام هي،
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. سبحان الله، برأت نفسها، وهذا من كيد النساء. في لحظة بس طلعت رقبتها في لحظة واحدة، مع إنه التدبير كله منها هي. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ثم حكمت هي، ما تركت زوجها ليحكم، حكمت هي، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال بعض العلماء وما ذكرت القتل لأنها ما زالت لها الرقبة في يوسف، ما قالت إلا أن يقتل، إنما ذكرت السجن، ولو سجن سيخرج، ولربما أخرجته هي، أو العذاب الأليم وبرضه بيكون موجود، فهي ما زالت لها الرقبة في يوسف، لذلك حكمت هي، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي، وهو صادق عليه السلام، هي التي راودت يوسف، برأ نفسه يوسف عليه السلام، قال هي راودتني عن نفسي. ثم قال الله تعالى وشهد شاهد من أهلها. الآن هي قالت ويوسف عليه السلام قال، والعزيز يريد أن يحكم بينهما. سخر الله تعالى شاهدا، قال بعضهم كان رضيعا أنطقه الله في المهد، وقال بعضهم كان ابن عم لهذه المرأة، والأقوال كثيرة، المهم شاهد من أهلها، من أهله، شهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه، سبحان الله، ركز على القميص، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، برأها أول، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وده أمر عقلي مشاهد بالعين، لو قد القميص من الدبر إذن هي التي أرادت أن تمسك بيوسف، ولو قد القميص من القبل إذن يوسف كان يريد أن يفعل بها وهي تمنعه، فقدت قميصه من قبل، هذا حكم عادل. قال تعالى فلما رأى، أي العزيز زوجها، فلما رأى قميصه، أي قميص يوسف عليه السلام، قد من دبر، قال إنه من كيدكن. علم إنه هي التي أرادت من يوسف فعل الفاحشة. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال يوسف أعرض عن هذا، أي أعرض عن هذا الأمر ولا تخبر به أحدا من الناس، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الرجل فيه لين، لعله ليس باللين المحمود، ما اتخذ أي قرار ثالث. يوسف أعرض عن هذا بس، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. تأكد تماما إنه هي كانت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. قال العلماء سمع نسوة في المدينة، وقال بعضهم كنا نساء الأمراء والكبارات في المدينة، قالوا سمعنا بجمال يوسف وحسنه فأردنا أن يرينه، فجئنا بهذه المكيدة وتكلمنا في امرأة العزيز. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. سبحان الله، بالرغم من أن العزيز ما كان يريد أن يظهر هذا الخبر في المدينة، وقال ليوسف أعرض عن هذا لا تخبر به أحد، إلا أن الخبر قد انتشر في المدينة. وده يا أخواننا يدلك أن الإنسان مهما فعل من الأسباب، مهما فعل من الأسباب، إذا أراد الله عز وجل للأمر أن يقع فإنه واقع لا محالة، والأسباب لا تمنع من وقوع أقدار الله تبارك وتعالى. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز، مرة العزيز وزير المالية، تراود فتاها عن نفسه، معقولة؟
قد شغفها حبا، استغربوا يتعجبوا، إنا لنراها في ضلال مبين. ربنا قال فلما سمعت بمكرهن، وهذا هو المكر، لأنه أردنا أن يرين يوسف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، جهزت لهم متكأ مجلس فيه طعام، وجابت الفاكهة، وآتت كل واحدة منهن سكينا، أدت لها السكاكين. هي ما أرادت أن تعطيهم السكاكين للفاكهة، لا، هي تعلم تماما جمال يوسف، أعطتهن السكاكين. ثم قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن. ربنا قال فلما رأينه، أي النسوة، فلما رأينه أكبرنه، يعني عظمنه، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. سبحان الله يا أخي، ده جمال عجيب والله. قلنا حاش لله، تعجبنا تعجبنا، ما هذا بشرا. وقرأ بعضهم ما هذا بشرا، يعني معقولة ده يكون اشتروا، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت أي امرأة العزيز، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ربنا قال وقطعنا أيديهن، قطعوا أيديهم وهم ما يشعروا بهذا التقطيع. سبحان الله، ده ذهاب يعني عجيب لعقول هؤلاء النسوة. إخواننا ذول يقطع يده وما يشعر. قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. امرأة العديد قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ده هو اللمتوني فيه، ولقد راودته عن نفسي، اعترفت لما بقت أمام النسوة، اعترفت لما كانت أمام زوجها، كذبت، وهذا في الغالب شأن النسوة. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.